استيقظ سكان الكفور صباح السبت على هذا المشهد، ألسنة النيران تقضي على الأحراج بين بلدتي الكفور ونهر إبراهيم. الحريقة امبارح وبلشت بطريقة يعني بدون قصد، أحد المواطنين ببلدة غزير ولع حد بيته وفات ينام وولعت. إهمال المواطنين تزامن مع الأحوال الجوية الجافة وارتفاع درجات الحرارة المصحوبة برياح سريعة التي ساعدت على امتداد ألسنة النيران لتصل إلى مقربة من المنازل المحيطة. على البيوت يعني بعدها بعيدة شوي صغيرة، يعني قربت على البيوت إيه. وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق قبل أن يصل إلى البيوت. فدونا بالجيش اللبناني أنه ما بيقدروا بالهواء يشتغلوا. فهل يد الإنسان قادرة على افتعال مجزرة بيئية؟ فيما التخوف كان من ارتفاع الحرارة.